عندنا 14 فصل للاعاقه المزدوجه ودي او متعددي الاعاقه، ودي واحده اللي عايزين نتوسع فيها الحقيقه، لان تعدد الاعاقه بيبقى عمل صعب، فلازم الحقيقه ياخد من الدوله المصريه اهتمام بالغ باذن الله. من تاريخ طويل الازهر الشريف يقبل كل اصحاب الاعاقات، ويعني كل اللي هم دلوقتي بيخضعوا لنظام الدمج، وده تاريخ الازهر الشريف سواء كانت الاعاقه حركيه او الاعاقه بصريه الى غير ذلك من الاعاقات، لان تاريخ الازهر الشريف يشهد على هذه المرحله في عمقها التاريخي، ان الازهر الشريف كل أبناء المصريين بل والوافدين عليه من المتعلمين في هذا الأزهر. سعيد جدا ان انا بتكرم وكنت في مشارك في الحدث دوت، وان انا كنت بتكلم على المنصة وكنت بناقش السادة الوزراء، وحاجة يعني بجد خطوة ناحية الامام. وده كان طبعا عايزين برضو نقول ان الفضل يرجع لكل اللي بيحصل لذوي الاعاقة، ده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حطنا على الطريق السليم، ان احنا خلانا ان احنا ذوي الاعاقة بعد ما كنوش بنقدر نشوفهم داخل المجتمع بقينا نشوفهم، بقينا متواجدين، بقينا يعني الناس بقت تتعود علينا ان احنا مش ناس غريبة، لا احنا موجودين في وسط المجتمع، بنظهر عندنا جزء من المجتمع. سعيد بالتكريم النهاردة، تكريم جميل جدا من المجلس القومي لذوي الهمم. حابب أشكر المجلس القومي وأشكر مجلس الوزراء وأشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بذوي الهمم، اللي احنا بجد اهتمام في عهده وما كناش بنلاقيه قبل كده. الحمد لله أنا حصلت قبل كده على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، وأنا طالب في الفرقة الأولى في كلية لغات وترجمة جامعة الأزهر، وحصلت على المركز الثاني على مستوى العالم قبل كده في حفظ القرآن الكريم.